عايز اعرف حياتك تجربتك في الفيلم. تجربتي في الفيلم تجربة جميلة جدا وبسطت جدا. انا اشتغلت مع طبعا الاستاذ هادي البكوري، كان من زمان نفسي اشتغل معاه، ومجموعة كبيرة جدا من الفنانين اللي انا اتشرفت وبسطت جدا انا اشتغل معاهم، وتجربة يعني مش هتتنسي اكيد. الفيلم بيتكلم عن خمس قصص مختلفة، حياتك ورنا دورك في انهي قصة فيه؟ دوري في قصة احمد حاتم واسمه ابو الياسيد، الصديق الوفي لاحمد حاتم اللي بقى بجنبه وبيساعده وبيحاول يعني كان مستعد ان هو يضحي بروحه عشان خاطر ينقذ صاحبه. تمام، احنا عارفين ان الفيلم شايف في مهرجان الجونه ردود الافعال كانت عليه رائعه، حياتك شفت ردود الافعال او اتقلتك على شخصيتك كانت ايه؟ انا كنت في الجونه اتفرجت على الفيلم هناك، والحقيقه اتبسطت جدا 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 من ردود الافعال، وحتى الناس اصحابي اللي كلموني اللي شافوا الفيلم وكل الناس اللي شافوا الفيلم الحمد لله اثنوا على الفيلم وعلى كل الديتيلز اللي موجوده في الفيلم. الجديد بتاع حضرتك ايه؟ في فيلم الحمد لله لسه مخلصه، فيلم كيرة والجن ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك.